صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام رأي العين حينما ضمه وقال له اقرأ، أم صوته دون جسمه؟ جبريل يأتي بصورة إنسان، ما هو يأتي بصورة ملك إلا مرتين، ما شاف بصورة ملك إلا مرتين، مرة في بطحاء مكة لما اشتد عليه أذى الكفار، رآه في الأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين على صورته عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية ليلة المعراج رآه عند سدرة المنتهى، وما عدا ذلك فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل. نعم.